محليا أمضى المدافع مدني محمد أمين القادم من مولودية العلمة لمدة موسمين مع فريق اتحاد بلعباس، وقد أكد اللاعب على أنه جد سعيد بعد التوقيع في هذا الفريق وبعد المفاوضات التي جرت في ظروف جيدة. Tout d'abord, je suis satisfait, heureux d'être ici parmi vous, la grande famille de l'USMBA. Et j'ai l'honneur de porter ce maillot. Bon, alhamdoulilah, je suis là. Ma khouya, Sofiane Ben Gourine, manager de l'Alfariq, ou le moudarib. Quand j'ai eu un clam, alhamdoulilah, j'ai eu dans une situation confortable. جيتي تري على الاز بون هدف تاعي مع الفريق ماذا بيا لو كان نصيب انا كل دقيقه نديتي نمشي كل عام ان شاء الله لوبجيكتيف كوليكتيف تاع الفريق ان شاء الله يكون بالخدمه لوجيكتيف لوبجيكتيف بيرسونال ان شاء الله انا ماذا بيا نبروغريسي لقدام نكسبلوزي بوركوا با في هذا الفريق نكون في ان شاء الله في لافينير في فريق وطني ان شاء الله.